عايز اسال عن دور الاسره. دايما دور الاسره بيبقى مهم جدا في حياه اللاعب والناشئ وانت بتبتدي مشوارك. مين اللي كان بيشجع عربي بدر في البدايات بقى؟ الاب، الام، اختك، اخوك، مين اللي كان دايما بيساعدك ويوديك النادي الاهلي؟ هو انا كابتن في الاول كل الناس كتير جدا في المنطقه عندي ساعدوني طبعا بشكرهم جدا. ففي الاول حضرتك انت عارف ان هو لازم اهلك دول هم اللي بيساعدوك في كل حاجه. فانا طبعا بشكر والدي جدا وبشكر والدتي، بشكرهم على كل حاجه قدموها لي، وانا ان شاء الله اكون ابذل كل مجهودي عشان اقدر ابسطهم واساعدهم. هم يعني كل ما بيقدروا ان هم يشوفوني بلعب وبشارك فهم بيبقوا مبسوطين يعني. فطبعا بشكرهم جدا واقدر ان شاء الله ابسطهم دايما. وبشكر جدتي، بشكر جدي طبعا، وبشكر اخويا مختار واخويا سعد واختي الكبيره ربنا خليها لي يعني شيماء. ومختار بالمناسبه بيقف جول، بيلعب في نادي حدائق الاهرام. جول كويس. لاعب برضه. لا هو جول بيقف جول. جول كويس، وكان بيلعب في بتروجيت فعملوا دمج في الفرقتين، فراح حدائق الاهرام وبيتصعد مع الفريق الاول، بيلعب مع الفريق الاول. كويس. فهو جول كويس يعني، وان شاء الله ربنا يكرمه كده ويبتديها من تحت كده عشان ان شاء الله يبقى في نادي كبير باذن الله. لما خلصت بقى المباريات مع الفريق الاول وخاصه مباراه طلائع الجيش، لما مسكت التليفون اول حد بقى في العيله كلمته مين؟ او اول حد كلمته يعني كانت والدتي، هي على طول دايما بتكلمني. وكل الناس اختي بتدعي لك طبعا. طبعا ده انا اول ما اتخبطت كان في كوره اتخبطت فيها كابتن في رجلي جامد جدا. كان اللي هو احمد ناصر الباك ليفت خبطني في ركبتي. أيوة. جامد جدا، كنت اتعور. فربنا سترها يعني الحمد لله. قعدت تعيط طول اليوم، تعيط وانت لحد ما روحت الساعه، كان الساعه 12 ونص ولا واحده، قعدت تعيط. لا ولا تعودي بقى صوتها. صوتها في البيت في الموبايل بيعيط، فبقول لها مالك يا حاجه في ايه؟ قالت لي ما عشان انت اتخبطت. قلت لها لا انت تعودي. شايف الصوره دي؟ الحمد لله ان شاء الله ربنا يديمها دايما يا كابتن. طبعا يديمها دايما علينا في الدوري والبطولات افريقيا ان شاء الله، ونصور فيه في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وده كل يعني دعوات وامنيات كل جماهير النادي الاهلي يوم 27 ان شاء الله ربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. ان شاء الله يا كابتن. عايز اسالك بقى عن مثلك الاعلى. مثل الاعلى كابتن دايما بقول له هو كابتن حسام غالي طبعا، اعتزل بس انا بحبه جدا ودايما بحب اشوفه هو كان بيعمل ايه عشان يعني استفاد منه واقلده الحاجات الايجابيه. هو طول عمره كل ما اسال حد عليه يقول لي لعيب راجل، لعيب شخصيه، لعيب جامد، لعيب بيركز في الملعب كويس. فانا بحاول يعني اتعلم منه عشان اقدر ان شاء الله ابقى يعني زيه ان شاء الله. طيب مين من برضو اللي بتتعلم منه مع الفريق الاول دلوقتي؟ هو دلوقتي كابتن موجود معاه في الملعب كابتن عمرو السوليه طبعا. بحب عمرو السوليه. انا كابتن في اوضه اللبس يعني بجد والله الكلام ده اول مره اقوله. انا في بيبقى في اوضه اللبس في صد القاهره او في اي نادي وبيبقى قاعد يعني بيبقى قاعد في وشي. فدايما بفضل ابص له. ابص له انت بتعمل ايه عشان اتعلم منك يعني. ان شاء الله هو دلوقتي ما شاء الله ربنا يحميه من كل حاجه يعني. دلوقتي في حته كويسه يعني وربنا يكملها له كده ان شاء الله، ويبقى مستمر مع منتخب مصر ويلعب بصفه اساسيه ان شاء الله في الفتره الجايه. فانا بفضل اتعلم منه كل حاجه في الملعب، بتعلم منه دايما، بيتكلم معايا يعني بعد كل ماتش انا لعبته ويفضل يتكلم معايا.